اخوان السلام عليكم وعواش مبروكه، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما تتشوفوا معنا ان شاء الله حنا في منطقه عين اللح. المهم جينا نشوفوا شي نجات عند واحد السيد، خليكم تشوفوه معنا. يعني الاخوان تبارك الله، يعني عين اللح راه تبارك الله معروفه، حتى هي معروفه بحب الملوك. يعني تبارك الله راه دابا راه جاي في الطريق. يعني الاخوان نعاس تبارك الله، راه هما هادوك تما في ديك الزريبه، ندوزو نشوفوهم. وكيف ما قلتكم بالنسبه لمنطقه عين اللح، يعني معروفه تبارك الله بحب البنوك. يعني سولنا دابا السي ناصر، قال لك تبارك الله راه يعني البيعه والشرايره تبارك الله راه دخلوا، يعني يجروا بشي ثمن ما قال لك بوحديتهم. نص بنص الغرفة، نص نص بنص. يلا زيد ايش نقلب؟ هذه راه صغيرة، ما هذه اللي عندها الاخوان يعني هاد الناس دابا راهم والدين، نمشيو نشوفو ولادهم. وبالنسبة لهادو راهم خروفات، عندو خروفات ديال لونك تاعهم. فيهم يمكن خمسة ولا ديال الذكورة ولا ستة؟ خمسة ولا ستة؟ خمسة ولا ستة الذكورة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة يمكن. أربعة ديال البواطة المسكينة، واحد ديال المسكينة، يا درويش. شحال كاين وحدة هنا في الناصر؟ 24 24 نعجة كاملة كبيرة ولكن بسنانة. الناس بسنانة ولكن كبيرة، كبيرة نقولوا حنا كبيرة. شوف النعجة كي دايرة، أنت بغيتي القدر، بغيتي القدر وكتقول لي شي خايبين هاد النعاج الرخايا، والله ما هذا الرخا، غير كنشوفوا شي حاجه رخيصه راه عيطوا علي. السنه كامله بالسنه ديالي. خدمه رخيصه ماشي. الله يخلي خدمه تبوي وبنا ونزيد غد كوت نزيد ديجي ونزار، ما تشتي من هنا غاس نزيد. وييه. ديال لانوك مرقد ديال عين اللح. تبارك الله، يعني النعجة تبارك الله وافية. اخوان يعني تبارك الله خروفة خروفة تبارك الله، يعني مليح. ملاح هنا يا هشام؟ ها؟ ملاح. تبارك الله الخروف فيها مزيان، الخروفة تبارك الله يعني تمشي نيشان للكزاه. ها؟ تمشي نيشان. تبارك الله مليحة. مليحة. واش بالك في هذا النعاج هذا؟ مزيان إن شاء الله. ها؟ مزيان. قطعهم ليه بسبعة آلاف. النعاج دابا كيما خرج تاع الشيخ قال لك مازال في الدرس. من زاد ديالو هادو نيت مزيان تبارك الله. كاين دابا هادو ما تيبيعهمش.
وجدهم العيد دابا. العيد. نعم. العيد. مزيان تبارك الله، الله يسخر لي. الاخوان كما تشوفوا راه تفاهمنا معاهم. عندك عندك خليه يخرجوا ويدخلوا معاهم، خليه يخرجوا ويدخلوا معاهم. او تا الاخرين تاع عمر راه تفاهمنا ان شاء الله باش غادي ندير كل شيء. دابا غادي نبداو نصرجي ان شاء الله. مازال السن دابا اش داير هذا السن هذا؟ شارفه الجمع التالي. الجمع التالي الجمع التالي سير الله يسخر. اخوان كنت تشوفوا تبارك الله، يعني فارينا تبارك الله راه مشات تتعمر تبارك الله. الله يكمل بالخير. حنا وقفنا نشوفو نقلبو مع زيرنا شوية لاصارج. إخوان يعني كما تشوفو حنا راسنا نحطو دابا إن شاء الله. إخواني كما تشوفوا معنا تبارك الله، يعني كاينه 15 خروفة ديك السابية سلالة تيمضيت. بالنسبة اللي بغا يتصل بيا على الرقم المرقد عيننا. يلا المهدي. إخوان كما تشوفوا يعني من بعد ما وصلنا الفياج الأول نرجعنا نجيبو دابا، غادي نبقاو غير النعجات هنايا واللي والدو، ما كاينه 15 نعجة كاملة والدة، يعني كبيرة السن، ولكن تبارك الله يعني عندها تبارك الله خرفان ملح. إخوان كما تشوفوا معنا حنا وصلنا دعاء ثاني لوالدين، ونتمنى يعجبكم لا فيديو. بالنسبه للناس اللي ما تابوناش تابونا معنا.